معانا على التليفون سيادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة السابقة. أهلا 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 يا فندم. مساء الخير يا أستاذ حسين، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني سيادة السفيرة، مهم عندي أن أنا يعني أستطلع منك إيه اللي شفتيه في المشهد الانتخابي في الخارج بطبيعة الحال وفي الداخل باعتبار أنه النهاردة نهاية اليوم الثالث. أنا هبتدي بالنهاردة باعتبار اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية. النهاردة أنا كنت بأدلي بصوتي في الانتخابات في لجنتي، والحقيقة فاكرة أنه آخر في الانتخابات الحرب والطوابير قلت، إنما فوجئت الحقيقة بالازدحام وقيام المواطنين بأداء واجبهم الانتخابي بأقوى صورة وطنية ممكن الواحد يشوفها. شفت السيدات، شفت كبار السن، شفت يعني بنذوي المجتمعات الخاصة، الإعاقات، الشباب أنا على تحديد مصير الوطن والمشاركة في هذا المصير، ومش بس المواطنة من هذه الدولة، إنه إحنا كلنا عارفين واجبنا الانتخابي وكلنا هي كبيرة جدا. والحقيقة كانوا طبعا سابقنا في هذا الموضوع باعتبار طبعا إن لجانهم بتبتدي قبل لجان الداخل. طبعا بالتأكيد أروع الصور اللي شفناها في التيل. سيادة السفيرة، هو الشبكة بتقطع جامد، فأنا هحاول أن احنا نعود الاتصال بحضرتك مرة تانية، فإذنلنا يا فندم بمعاودة الاتصال. عايز أرجعك تاني على المشهد، وانت بتشوف هذا المشهد لازم تبقى بتحاول قدر الاستطاعة. أنا بشوف أنه أي مواطن من حقه أنه هو يقعد يفكر في دلالة هذا المشهد الانتخابي، الدلالة بتاعت هذا المشهد. بالمناسبة، جزء من دلالات هذا المشهد أو جزء من أسبابه لو صح الكلام كمان، أقدر أقولك أنه أنت في عندك 4 من المرشحين، 3 حزبيين ومرشح مستقل. سيادة السفيرة معنا مرة تانية، سعادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة السابقة، أهلا بك يا فندم مرة تانية. أنا أسفة يا أستاذ. لا، ده احنا اللي أسفين، احنا اللي أسفين. اتفضلي يا فندم. كده سامعني؟ كده كويس. تمام. فكنت بتكلم عن المصريين في الخارج، ازاي ان هم سبقونا وازاي ان هم ادوا اروع صور وطنيه من مختلف دول العالم وفي كل الشرائح. ويعني اللي عجبني كمان مشاركه، طبعا احنا بنتكلم عن السيدات كبار السن، انما عجبني قوي مشهد الجيل الثاني والثالث اللي هو متربي في الخارج ولكن الاهل حرصوا انه يكون معاهم من المستندات المصريه اللي تؤهلهم للادلاء باصواتهم في الانتخابات. بالتاكيد انه هذه الصور الجميله اللي قام بها المصريين في الخارج دي صور ادت رساله كمان مش بس للوطن والمصريين في الداخل ولكن للدول المضيفة، اللي زي ما حضرتك عارف بيبقى فيه أخبار كاذبة ومضللة عن الدولة وعن مشاركة المصريون في هذه الانتخابات. لما المصري في الخارج بينزل وبيدلو بصوته وبيعمل هذه المشاهد الاحتفالية والعرس الانتخابي زي ما احنا بنطلق عليه، هي عايزة أقول بتبقى رد على كل الأخبار الكاذبة عن قدرة هذا الشعب على تحديد مصير الوطن وعلى المشاركة والإدلاء بصوته في هذه الانتخابات الرئاسية. عظيم جدا. فبالتأكيد أنه دور المصريين في الخارج كان دور جبار، دور المصريين في الداخل، وأنا الحقيقة بكلم حضرتك من بورسعيد لأنه أنا جيت طبعا في إطار يعني مهام مؤسسة فاهم للدعم النفسي، فكان في لقاء بعد هذا اللقاء مع شباب بورسعيد توجهنا ايضا الى لجنه انتخابيه، وكان معايا النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنه الشباب بمجلس النواب. عايزه اقول لحضرتك ازاي كنت سعيده جدا بالشباب، وكمان بحيي القائمين على تنظيم هذه الانتخابات من الشباب ايضا. كل هذه الملحمه الوطنيه بتوري ان احنا وطننا وطن كبير، في دور هام للشعب المصري بيقوم فيه كحق وواجب وطني،
وبالتأكيد زي ما أنا قلت رد على كل أخبار مضللة وكاذبة عن الوطن. صحيح. طيب يعني سعادة السفيرة، مهم عندي ان انا افهم برضو ايه السر ورا انه المصريين في المهجر بالتحديد اللي عندهم جيل تاني وتالت عندهم اصرار على انه يفضل الجيل التاني والتالت ده بيحمل الهوية المصرية وبيجددها ومستعد يذهب الى صناديق الاقتراع، ليه؟ الغيرة الوطنية يا أستاذ يوسف، اللي قاعد جوه داخل الدولة المصرية هو قاعد جنب الوطن، إنما اللي قاعد خارج الدولة بيبقى دايما فيه هذا الحنين وهذه الغيرة الوطنية الشديدة. هو بيعمل كل ما في وسعه عشان يربط ولاده بالبلد، سواء يربطها بالزيارات طبعا المتعددة للدولة، بيربطها باللغة العربية وهويتنا وكل ما يتعلق بعاداتنا وتقاليدنا المصرية. فحرص هؤلاء الرعيل أو هذا الرعيل الأول في إن هو يدي هذه الروح الوطنية في الجيل الثاني والثالث، إحنا بنحييه إن هو بيحافظ على روح الدولة داخل نفوس هؤلاء الشباب اللي بيطلع في ثقافات مختلفة بلغات أجنبية مختلفة بعادات مختلفة، إنما الحفاظ على الهوية الوطنية في هذه الدول مهم جدا. فالسر لو بتسألني على السر، هو السر في غيرته الوطنية، حنينه إلى الوطن في بلاد الغربة، ده اللي بيؤدي إلى تمسكه بجذوره الضاربة في الدولة المصرية. ده شيء مطمئن لأبعد الحدود. سيادة سفيرة، يعني كل احترامي وتقديري الشخصي لحضرتك، وأشكرك جدا 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 على هذه المداخلة، وأشكرك على كل حاجة بالمناسبة. كل الشكر لسيادة سفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة السابقة.